يشرفني في هذه اللحظات أن أستضيف الأستاذ صالح السلاحي عم عريس وفارس هذه الليلة. الأستاذ صالح بداية نرحب بك عبر قناة خالد بازيدان ونقول مساك الله بالخير. مساك الله بالنور حبيبي. اليوم محمد السلاحي ينتقل من مرحلة العزوبية إلى الحياة الزوجية وإلى مرحلة أخرى من حياته، شعورك اليوم وأنت تشارك محمد فرحته؟ والله أعتبر محمد ولد من أولادي وولد أخويا، وهذه أسعد ليلة في حياتي بإني أنا أكون أشارك بفرحة ولد أخويا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. أستاذ صالح، بما تنصح محمد في هذه الليلة؟ والله أنصحه بتقوى الله عز وجل، وإنه يخاف الله في كل شيء، في سره وعلانيته، وإنه هذه بنت الناس اللي أخذها لازم يراعيها ويخاف الله فيها. وأنصح كل شاب إنه إذا استطاع الزواج إن يتزوج، فالزواج نص الدين. فمحمد إن شاء الله من الناس اللي يكون يراعي هذه المسؤولية ويكون مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. اليوم محمد أكمل نصف دينه، كلمة توجهها له؟ أنا قلت لك أسأله في اليوم هذا الكريم إنه يتقي الله في سره وعلانيته، وإن يخاف الله، وإن الأشياء اللي كانت في العزوبية من سهر ومن يعني الخروج إلى آخر الليل هذا انتهى وضعه، لأنه خلاص أمام مسؤولية دحين، اللي هو مسؤولية الزواج، مسؤول إنه فكر له بيت وإسرة، وإنه يحافظ على الأسرة هذه اللي هو بدأ فيها. كلمة تنهي بها اللقاء؟ كيف؟ كلمة تنهي. أشكركم على هذا اللقاء، وإن شاء الله إنه ربنا كمان زي ما فرحنا في محمد نفرح فيكم ونفرح في كل شاب سعودي، وكل شاب إنه ما أتزوج إني أنصحه إنه يكمل نص دينه. أستاذ صالح، سعداء كثيرا بتواجدكم معنا، شكرا لك. أسعد الله، وإحنا أسعد الله.